كل سنة وانتم طيبين بقى، بمناسبة دخول الفالنتين وبمناسبة الحدث العاطفي الكبير المهم ده، قررنا نعمل حلقة النهاردة. ايه الابراج اللي ممكن تتأثر بالمناسبات العاطفية اللي زي دي؟ لو انا مثلا احنا دلوقتي منفصلين فعايز ان احنا نرجع المية لمجاريها، لو في حد معين عاجبني وعايز اقرب منه، لو انا عايز اعترف لحد بمشاعري، هل في ابراج فعلا للمناسبات العاطفية اللي زي دي ممكن تكون وقت مناسب ومناخ خصب قوي ان انا اعمل حاجة زي كده؟ اه في، صراحة في، وعشان كده عملنا حلقة النهاردة اللي ممكن احنا في الفترة بتاعت الفالنتين دي نعمل فيها حاجة زي كده. هنرتب كل الابراج من ال 12 للمركز الاول، وكالعادة كده شاركوني وتفاعلوا معايا، وليا طلب واحد بس، يا ريت تشيروا على قد ما تقدروا الحلقة دي، لان صدقوني مفيدة وهتدخل السرور والفرح على كتير قوي مننا. شيروا على قد ما تقدروا، بالذات اصدقائنا كمان اللي على الفيسبوك، واعملوا هاشتاج معايا يا رب الحلقة ما تتسرق او تتقلد. ساعدوني، ما انتم عيلتي، انا ماليش غيركم، واول حد هيكتب التعليق ده هثبته له على فكرة. يلا بقى اوقفوا، يلا بينا بقى ندوس لايك، واللي ما اشتركش في القناة اشترك، واكتبوا لي توقعاتكم، لان انا مؤمن قراءة تعليقاتكم. في المركز ال 12 حد توقع برج الجدي الترابي رجل او امرأة؟ للاسف يعني خبر صادم لاي حد مهتم بحد من برج الجدي، هي صعبة، هي تكاد لا تؤثر في تقريبا، يعني لو انت اللي يهمك برج الجدي ف يعني ممكن نقول لك اسفين، انا اكره ان انا اكون حامل للاخبار السيئة، بس هي دي الحقيقة. اكتر برج صعب ان هو يتأثر بحاجة زي كده فالنتاين مش فالنتاين، هو يوم عادي بالنسبة له زي غيره، يعني انجاز، التعبير اللي في القلب في القلب، وقناعاتنا وثوابتنا ومبادئنا السوداء لن تتغير. نعلى اكتر، نوصل للمركز ال11، هنلاقي اخوه من نفس العينة برج الثور رجل او امرأة، نفس اللي قلناه عشان ما نعيدش ونزيد عن برج الجد، نقوله عن برج الثور الترابي، الدماغ الناشفة، القلب اللي ما بينساش، الشيال قوي، اللي حاجة زي كده مش ممكن تكون تستدعي ان انا اقول لك استغل مناسبة زي دي واقتحم على برج الثور مثلا. برج العذراء في المركز العاشر، والاخوة الترابيين كده انتهينا منهم تماما، يعتبر صراحة خارج نطاق الحلقة، يعني لو انت اللي يهمك حد من الابراج الترابية يؤسفني ان انا اقول، ممكن الحلقة دي ما تكونش زي ما انت عايزها يعني، او تنال المرجو منها. من اول بقى المركز التاسع وبدأنا ندخل في منطقة وسطى، هي دي بقى تدريجيا كده الابراج بالدرجات وبالترتيب اللي انا اقول لك امشي وروح لها وقرب منها وترجع المية لمجاريها، وكل حاجة حلوة ومنتظرة ممكن انت تجدها. برج الحبيب اللي هو برج الحمل صدقوني في المركز التاسع، وهو اصعب الابراج اللي هتيجي بقى بعد كده في الموضوع ده. هتقرب من برج الحمل هتؤثر فيه في الفترة دي، حتى لو هو شايل قوي، احنا زعلنا وحش على فكرة ابراج الحمل، رغم ان هي ابراج نارية وبتحب الحياة وما بتحبش النكد، ولكن مشكلتنا ان احنا زعلنا وحش، ولكن صدقوني مناسبة زي دي ممكن تأثر فيه، استغلها مش هتخسر حاجة. هنعلى اكتر، هنوصل للمركز الثامن ونخش في الجد اكتر لما نلاقي بقى المية، الأبراج المائية، ولازم تقول كلمتها أوي، الأبراج المائية في حلقة النهاردة، العقرب حاضر في المركز التاني، أهو بدأنا نخش في الجد بقى، بدأنا إن احنا نلمس نتائج إيجابية، روح مع برج العقرب وجرب، مش هتخسر حاجة، بس خلي بالك من اللدعة بتاعت برج العقرب، خلي بالك ما تقربش أوي، يعني ده اللي أنا عايز أقوله. كانج في المركز السابع، قلبه أخضر أوي، قلبه طيب أوي، برج الأسد ويحب الحياة أوي، وممكن هنا بقى من أول الأسد الأبراج اللي فيه نتائج فعالة وقوية معاه، قرب من الأسد سواء كان رجل أو سواء كانت زعيمة عصابة، ما يهمكش من بس استحمل يعني الشوية اللي هتاخدهم في الأول، سواء من عتاب أو عصبية أو حتى يعني ضرب بالجزم، عادي هو برج الاسد ده طبعه لازم يطلع شويه دول، وبعد كده هتلاقي ريلاكس ريلاكس بيهدى كده واحده واحده، وانت هتبدا ان انت تاخد وتدي معاه وهتلاقي مجال لك. لكن صراحه وفي الجد بقى الاسد من اكتر الابراج اللي ممكن صدقوني مناسبه زي دي تكون مناخ جيد وفرصه جيده قوي ان انت تعمل حاجه زي كده،
جرب، مش هتخسر حاجة. نخش في الجد بقى أكتر وأكتر، الستة اللي هما الأوائل. في المركز السادس برج ناري آخر، وهو برج القوس، التلقائي، الجميل، السلس، المحبوب، الإيجابي. قرب أوي أوي، أوعى تضيع الفرصة دي أو تضيعيها من إيدك. مهمة أوي إن أنت ما تضيعش فرصة بتيجي من السنة للسنة، وما تعملش حاجة لو في حياتك برج القوس أو اللي كان يهمك برج القوس، لأن بشكل كبير أوي ممكن تكون نتيجة حلوة أوي ومحببة أوي ومرضية أوي وجميلة أوي، وهو ده هدفنا. وأي حد تاني على الفيسبوك غير محمد أبو زيد أوعوا تتابعوه أو تصدقوه لو شفتوا فيديوهاتي أو حلقاتي عنده، وعلى اليوتيوب برضو نفس الكلام، بنبه دايما للنقطة دي. الخمسة بقى الأوائل اللي أنت لازم هتكون مبسوط، وممكن تدعي لنا وتدينا لايك أكيد في الحلقة دي لو كان اللي يهمك منهم. هتلاقي معانا في المركز الخامس برج الميزان الهوائي. برج الميزان الهوائي واحد من أكثر الأبراج، ميزان رجل ولا سيما العسل يعني الأنثى، من الأبراج اللي قلبها كبير أوي ومفتوح أوي. في فترة زي دي صدقني صدقني ممكن تدخل من الباب ده أو تدخل القلب ده وأنت مستريح، أو لذلك الأمر يستحق المحاولة، فما تضيعش فرصة زي دي من ايدك. الاربعة الاوائل بقى، الاربعة اللي هم المناسبة اللي زي دي او الفترة اللي زي دي من اكتر الفترات تأثيرا عليهم وعلى قلبهم وعقلهم وشخصيتهم. الرايق، الدلو الهوائي في المركز الرابع. صدقني برج الدلو الهوائي من اكتر الابراج اللي انت ممكن تقرب منها قوي قوي، سواء اعتراف بحب، سواء ان انت تشجعه ان هو يعترف ده لو انت انثى، سواء ان انت تعتذرله لو انتوا زعلانين من بعض، سواء سواء كل الحاجات دي بقى. نفسك تقرب الفترة دي جيدة قوي، ومناخ خصب قوي وجميل قوي. نعلى او اكتر نوصل بقى للمركز الثالث، ونلتقي بالجوزاء الخفيف اللذيذ الظريف المجنون. برج الجوزاء الهواء ايضا واحد من اكتر الابراج اللي بتعشق الحياة وبتعشق الانطلاق وبتعشق التجدد، ودايما متكيفة مع كل يعني الظروف اللي هي بتمر بيها، ومناسبة عاطفية جميلة العالم كله بيهتم بيها زي دي. مناخ قوي جدا وبتجيب نتائج كبيرة جدا مع برج الجوزاء الهواء، رجل وامرأة الاتنين خلي بالكم على حد السواء. انما كل الابراج دي مش زي الاتنين الاوائل. السرطان في المركز التاني، وما ادراك ما السرطان في موضوع زي ده، في فترة زي دي برج السرطان. وانت مغمض غمض عينيك كده واقتحم واقتحم على برج السرطان، وروح لبرج السرطان وقرب من برج السرطان، وتفاهم وتكلم وحكي ورجع المية لمجاريها، وقربه منك وقرب منه ودخله حياتك وادخل حياته. كل ده وارد ومتاح، وأنسب وقت إن أنت تعمل حاجة زي كده هي فترة زي دي. بينما بقى برج الحوت هو اللي بيتصدر الأبراج كلها في حلقة النهاردة، أكتر برج ممكن إن أنت تعمل مع حاجة زي كده ونقول لك في نتائج كبيرة ومضمونة شبه مضمونة تقريبا لو كان اللي يهمك في حلقة النهاردة برج حوت رجل أو امرأة. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، أنا مدمن أقسم بالله قراءة تعليقاتكم سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك. بقول اللي يحب يشوفني كل يوم وأكتر من مرة، كمان عندنا قناتين تانيين، قناتين كده تانيين على اليوتيوب، اسأل محمد وعيلته، قناة بناخد فيها كل مشاكلكم وفيها دروس مستفادة، وقناة تانية للكورة اسمها هاتريك كورة. يا ريت تشتركوا في القناتين دول والانستجرام والفيسبوك. اللي عايز يتواصل معايا انا شخصيا واللي بعت لي بقاله فترة وانا لسه ما ردتش عليه، بعتذر جدا، هرد عليك عاجلا ام اجلا. لو انت على اليوتيوب خش على وصف الفيديو هتلاقي كل الروابط دي، لو انت على الفيسبوك انزل على التعليقات هتلاقيني مثبت لك برضو الروابط دي في التعليقات. وهتوحشوني جدا وبحبكم جدا، وكل سنة وانتم طيبين، والى اللقاء.